حتى الرصيف قريب. الرصيف بطيان ايه اعلان ما في ممنوع احنا بقناه. كيف تقول حمضيات؟ صح انا انتبه. اعلان اصلا اترك هذا بالله تكفى. والله مو انا اللي جبته. مدير التسويق يا اخوان. مدير التسويق ايش اللغان؟ كيف؟ كيف؟ الله ايش يا مدير؟ والله فوضى بكتيان فوضى يا خسارة يا بعد بنزين معكم صرت برضو اللي يجيب العشاء يعني قصدك؟ لا مدير التسويق يعني الشركات ما يبغى. شباب طيب بقول لكم شيء بقول لكم شيء بقول في اسلوب التسويق ايوه والعلاقات العامه اذا تبغى تجلب لك عميل عامل دقيقه دقيقه انا اقول ليش مليان عمال سوي في السياره واجد الله يجزاك خير اصحاب دانكن يشوفون فالامور طيبه منك عشان برنامج الجديد يا اخي شكرا اقسم بالله انك تفهم يا اخي بيض الله وجهك بيض الله وجهك طيب اذا ما جو ايش اسوي بالاسم كذا طايع اذا ما جو شوف برنيز يا بكتيان اعلان ثاني خسرنا رعاه ومعلنين لا لا برنامج قادم عندنا شركات كبيره دانكن جاسين يعني نبغى يجون يوقعون معنا في الاخير تروح طلع خلاص الله يسامحك اذا اعلان على هون مباشره فصل الاستاذ احمد بكتيان من علاقات العمل بكتيان كم فصلنا ورجعنا دوختنا ودوخناك هو الحالة فصل عيرة الامور طيبة الامور طيبة واللي تبغون انا تحت امركم بس نرجع بس يمكن طريقة تسويقية ذكية اي كريستيانو لاندو يشرب مويه فيها ايوه هم سكروا القناة التسويق عبارة عن ذكاء طيب اعطونا الصوت شتوي تفضل طيان الكام غطي على عيونك والله في ظل والله من اللي قال المخرج ابو راسي ما في شعر ظل هنا يعطيني شعر والله يا جماعه الخير كلام باق طيان ما بين السطور يحتمل لا لا ترى باق طيان يحتمل دقيقه ابو محمد يحتمل كثير من المعاني معليش انت ما فهمت احمد يرمي رمزيات احمد استاذ احمد اسطوره يا اخي شكرا لكم يا اخوان باق طيان مدير علاقات عامه مش مدير تسويق يا اخوان بيض الله وجهك شكرا لانصافك يعطيك العافيه هو كلام صحيح كان تسويق لكن نظرا لفشل ذريع حصل بعض الرعاة بعدين تيجي مقاطع في اليوتيوب يقصون هذه الكلمة بس ما يقصون كل صح الفانزات لا يعني قل أحمد ولا تقول كذا أنت جاي معه ولا هو اللي جاي معك علمنا من اللي جاي مع بعض أنا جاي معه إيه لأنه يقول لا تقول كذا لا تقول كذا خبر ضعيف طيب أنا ما ندخل يا شيخ ما ندخل في ذا الأمور أسمع قل لا إله الله أنا أنت ما لك شغل في التسويق ما لك شغل لك تسويق شيء لك شيء خلصنا البرنامج مسوق أنت تسوق لحد أنت عن طريق الأونلاين أحلى أونلاين يا أخي الموضوع والله بمشي ترى أنا ماني فاضي لك لا تمشي تك يا أخي ها ترى حضورك مهم مهم جدا لنا بيض الله خفت من كلمه ثانيه صح ابو عبد الله بكره في مجلس نقد بكره استوديو تحليل بعد المغرب بكره تقييم التسويق طوال البرنامج من متى لمتى لا صدق والله صدق والله بالارقام والله شباب نبغى ثلاثه بكره يقدمون بعد المغرب العشاء هو وفي ثلاثه من بعد العشاء لوقت الحفل الحين ما في مجلس نقد وصلنا خلاص من اللي بيقدم الأغرب بكرة عشان نعلم الناس يلا عشان ينتظرونكم لكم جمهور من ست كبير من ست ونص حنا وناصر وعبد الله من ست ونص لسبعة ونص جميري وسعد قحطاني وناصر حربي وناصر حربي لا من ستة لسبعة ونص صح من ستة لسبعة سبعة ونص أوكي وبعد العشاء سعود ومعيان وعلي صح ونعم ونعم والله نستاهل الله يطول عمرنا حنا طيب عطوني اتصالات حنا ما محطين التحليل احنا مدام في المغرب نتكلم في الوقت كفو والله الله يرضى أنا حسيت المغرب عرفت المغرب ذا زين حزة المغرب هذه تحبس فيها الشياطين ويجلسون للعام فيها بالبيت. ايه هاي زين عشان كذا الناس ما تقول قصدك انت عصر الجمعة مغرب الجمعة عصر الجمعة. احنا فيه نقص دراما ما ابغاه يمثل فكنا. طيب ما تنتقني وابيع المذيع وابيع القناة وابيع انا ودي يعطوني اتصالات تخيلوا المراكز تغيرت يا شباب.